ميسان، احتل منتخبنا السوري المركز الثالث بالمجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا عام 2018 خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية يلي تأهلوا مباشرة، كما حل منتخب أستراليا بالمركز الثالث للمجموعة الثانية خلف اليابان والسعودية، والفائز بمجموع لعبتي سوريا وأستراليا القادمة الذهاب والعودة ويتأهل الفائز إلى الملحق العالمي، حيث سيقابل المنتخب الفائز رابع تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الشمالية والجزر الكاريبي، وهو ما يعرف باتحاد الكونكاكاف، ويلي هالمباراة كل العيون عم تترقبها. ولنحكي أكثر عن هالمباراة معنا اليوم الكابتن أنس باعي مدرب نادي المحافظة. يسعد صباحك. صباح النصر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أهلا وسهلا كابتن. كابتن، قبل ما نحكي شوي بتفاصيل اللعب اليوم، يعني تم اختيار الملعب، يعني نوعية اختيار الملعب وقديش الأرض بتساهم بتوليفة متكاملة بينهم وبين اللاعبين وبتساعد على الفوز. طبعا صراحة نحن ببداية التصفيات كان ممنوع نلعب سوريا مثل حاليا، كونه الاتحاد الدولي طلب منا أنه نختار نحدد أرض بديلة. تواصلنا مع أغلبية الدول العربية لتكون التصفيات ضمن الدول العربية، فزبطت معنا عمان إذا بتذكروا، كان قبل ماليزيا أرضنا البديلة عمان. خضنا التصفيات الأولى بعمان وقدرنا الحمد لله نتفوق على مجموعتنا ونتأهل على التصفيات الثانية، المرحلة الثانية اللي لعبوها منتخبنا قبل الملحق. بعدها تم الاعتذار من عمان كونه صار عندهم مشاكل على أرضيات الملاعب. كمان راسل اتحادنا الاتحاد الرياضي العام بعض الدول العربية كان في صعوبة بتأمين الأرض البديلة، فالاتحاد الآسيوي اقترح علينا ماليزيا وتم تحديدها، والحمد لله هلا توفقنا بهذا الخيار. يعني شفنا نحن مبارياتنا على أرض ماليزيا كانت نتائجها أغلبيتها إيجابية، فإن شاء الله اليوم كمان الله تكمل أكيد. معنا وتكون نتائجنا إيجابية إن شاء الله. يعني كل الآمال وكل العيون اليوم على هالمباراة، فعلا السوريين عم يستنوها، وهيك من الصبح الناس أو وصلنا أسبوع من أول الخميس المباراة. هلا أنتم صار لكم أسبوع، نحن صار لنا أكثر من 10 سنين بنحكي إنه كرة القدم بتجمع، كرة القدم جميع شرائح المجتمع السوري بتشوفها، الطبيب بيشوف، عامل النظافة بيشوف، الحداد بيشوف، النجار، كل العالم بتروح وراء 90 دقيقة عم يلعبوها. إن شاء الله رجالنا اليوم يقدروا يحققوا فيها نصر، يفرح الشعب السوري، يرجع إن شاء الله هيك المحبة، الألفة، نكون كلياتنا خلف علم وطننا اللي إن شاء الله رح ينرفع اليوم. فهي كرة القدم، هي الرياضة، رياضة محبة، رياضة ألفة، رياضة بتجمع الناس. فكلياتنا عم نسعى لأنه إن شاء الله نوصل لكأس العالم، نشوف هذا الإحساس، إحساس وصول لكأس العالم هو إحساس مختلف كليا. يا رب يعني. يا رب كابتن، يعني الفترة اللي هي بتسبق المباريات بشكل عام، فترة التدريب قديش هي فعلا مهمة للتحضير للمباراة، وشو بيكون أساسها؟ هل هي الفترة القصيرة أو الفترة الأطول هي يمكن اللي لها دور أكبر؟ طبعا غالبا أغلبية لاعبين المنتخبات بأي منتخب بالعالم هن لاعبين محترفين ضمن أنديتهم، بيكونوا عم يمارسوا التدريبات النظامية. بالقانون الدولي بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيقول انه مسمح لك كمنتخب تاخذ اللاعب المحترف قبل 72 ساعة، فمدرب الفريق معه 72 ساعة يشتغل على هذا الفريق. هاي الفترة هي تعتبر الأهم، كون العمل فيها راح يكون على العامل الألفة بين اللاعبين، على العامل البدني، على العامل الذهني، على العامل التكتيكي، تركيز كتير عالي راح يكون. ففترة ال 72 ساعة قبل المباراة هي الفترة الأهم، لأنه راح تكون بتجمع كل اللاعبين المنتخب، رح يكون في تواصل مباشر بين المدرب واللاعبين، رح يكون في عنده خيارات محددة ليقدر يوقف على التشكيلة الرئيسية اللي رح يبلش فيها المباراة، رح يحدد البدائل عنده وين البدائل الأقوى، رح يكون درس فريق الخصم بشكل كتير منيح ليحدد آلية اللعب، أسلوب اللعب، طريقة اللعب اللي رح يلعب فيها بالمباراة. بضل آخر شيء موضوع التوفيق من رب العالمين، أكيد كلياتنا بنتمناه، ولكن آلية العمل لتحضر للمباراة هي الأهم لحتى أقدر أوصل أنا ببداية المباراة لنهايتها، تركيز عالي، جاهزية كاملة، رغبة بالفوز، نقدر نكون متوازنين، ما نكون مندفعين، ما يكون في عنا حماس زايد طلعنا برات رتم المباراة، يكون في عنا مثل ما بنعرف تركيز على المباراة، وننسى أنه في حدا مثلا هي كمان علينا مسؤولية طبعا، يعني لأنه بتعرفي الضغط النفسي أحيانا بيسبب توتر، فبيسبب
هبوط مستوى للاعب، فاللي بنتمناه منه انه يكون في تركيز عالي، نحن معهم نحن خلفهم اكيد، ما في ضغوط عليهم ينزلوا يأدوا المطلوب منهم. منتخبنا من افضل منتخبات اسيا، وانا بتصوري الشخصي انه من افضل المنتخبات اللي مرت على سوريا، وتحديدا اذا بنشوف الاسماء اللي عم تنذكر بخط الهجوم وخط الوسط ما تكرر مثل بسوريا كمجموعه لاعبين. فعم نشوف نحن بالدوريات العربيه وحتى الدوليه عم يتواجد لاعبين بمستويات عاليه، يعني مثل عمر السومه هو افضل مهاجم باسيا حاليا، عمر خريبين طالع كمان بنفس المجال، محمود المواس، ما بدي اذكر اسماء مشان ما انسى حدا، بس كل لاعبين منتخبنا عم يكونوا اسماء لامعه بالدوريات اللي عم يلعبوا فيها، فهذا دليل انه منتخبنا كثير منيح السنه. كابتن أنس، يعني اليوم منتخبنا كيف عم تكون التشكيلة وكيف عم يتم توزيع الفريق، وقديش هذا الشيء بيساعد أكثر على التناغم والانسجام بين أعضاء الفريق، وأكيد إن شاء الله بيؤدي للفوز. طبعا بدأنا ب1/1/2015، اليوم نحن ب1/10 أو ب5/10/2017، يعني صرنا أكثر من سنتين وشوي مبلشين بتصفيات كأس العالم 2018. بدأنا، أنا كنت ضمن الكادر التدريبي للمنتخب، وهذا شرف كتير كبير لي بأنه أنا كنت بالبداية مع المنتخب لقدرنا نوصل لهون. فاللاعبين صار في بيناتهم مثل ما بيقولوا ألفة، صاروا حفظوا بعض، لعبوا مع بعض أكثر من سنة، وهن بطبيعة الحال كانوا عم يلعبوا مع بعض بالمنتخب الأولمبي بالمنتخب الشباب، فتدرجوا مع بعض ومشوا مع بعض وكانوا عم يحققوا نجاحات، فالمنتخب مثل حافظ بعضه. اختيار التشكيلة طبعا كل مباراة لها عدد محدد من اللاعبين، 23 لاعب هن الأجهز، هن اللي راح يكونوا مثلا عم يتميزوا بهي الفترة، بس غالبا في عنا 40 ل 50 لاعب هن عماد المنتخب الوطني، بيتم انتقاء 23 لاعب لكل مباراة حسب طبعا لا سمح الله في اصابات، مثل اليوم عندنا نقص باحمد الصالح وعمر ميداني من قلبي دفاع المنتخب، فبيضطر المدرب ياخذ بديل عنهم، فكان تم استدعاء جهاد الباعور واسراء حمويه بديلين عن اللاعبين المصابين، فهي الخيارات بتصير حسب كل مباراه، ولكن بتصوري مباراتي استراليا يعني كان في تركيز وتفكير بكل مركز، انه مين راح يكون عندي لاعبين بكل مركز بديل يكون بمستوى الاساسي. بتصور كانت بس موضوع الاصابه اللي تعرضوا له احمد صالح وعمر ميداني اثرت شوي بشكل سلبي، وبنتمنى يكونوا موجودين بلعبه الاياب ان شاء الله. يا رب بنتمنى فعلا هالشيء، الله يقومهم بالسلامه. يعني كابتن كثير بتصير تحليلات بس تطلع المباراه، بنشوف بين الشوطين التحليلات والحكي، شعبنا كله مدرب فعلا المحلل الرياضي شعبنا كمان. وايضا كمان المحللين الرياضيين، شو اكثر شيء لازم يركز عليه الفريق؟ يعني مثلا شفنا بالتحليلات اللي كثير نحكى فيها الرياضيه، خلينا نقول مو الناس شو حللت، انه كان يمكن دفاع السوري اكثر وهجوم الايراني اكثر، شو اكثر شيء لازم يركز عليه الفريق لحتى يمكن يحفظ او يضمن الفوز؟ طبعا نحن لعبنا مع ايران هي مصنفه المنتخب الاول اسيويا، ومصنفه طبعا بترتيب عالمي جيد، فوقت اللي عم نلعب مع ايران وبارض ايران كان بيتوجب شوي الحذر، فوقت اللي عم نشوف نحن حالات من المباراه فيها ارتداد دفاعي او عم نكون نلعب اكثر مدافعين، بيكون في شيء للمدرب رؤيه انه انا بهذا الوقت ممكن الحاله البدنيه انخفضت، لازم ارجع شوي دافع لحتى اقدر اعمل ريكفري لحتى ارجع هاجم مثلا، فهي ضمن المباراه. اكيد بكل مباراه وكل منتخب له قراءاته، يعني انا وين بيتميز منتخب الاسترالي مثلا؟ بطول القامه، بدنيا هن جيدين، بالكرات العرضيه، بالكرات الثابته. انا كمدرب بشوف مبارياته الاخيره، ممكن اخر 3 أو 4 مباريات لعبها، بحلل وين نقاط القوه عنده وكيف بدي ما اوقع بهذا الفخ، بشوف وين نقاط الضعف عنده وبحاول اشتغل على منتخبي انه يقدر يضرب عندهم بنقاط الضعف، لا أقدر أعمل هاي التوازنات، بيبقى عندي أنا الحالة البدنية، أنا بعرف مثلا منتخبي بيقدر يلعب 90 دقيقة بنفس السوية ضغط عالي، بيقدر مثلا يلعب 70 دقيقة، كيف بدي أقسمهم على مدار المباراة، كل هاي بتجي من خلال قراءة المدرب وخلال تواصله مع الفريق ومعرفته بفريق الخصم. كابتن، يعني حالة هالترقب والفرح والأمل يلي خلق منتخبنا السوري، قديش هذا الشيء بينعكس بالفعل على الشارع السوري، وأيضا مثل ما ذكرت قبل شوي أنه الكرة بتجمع بتجمع العالم من كل الشرائح العمرية، يعني بالفعل شفنا كل العالم عم يشجعوا كبار وصغار وحتى صبايا وشباب، يعني دايما متهمين الصبايا
انه ما كثير لهم مراء بكره القدم، لكن عم نشوف منتخبنا السوري الكل عم يشجعه. قديش حلوه هالحاله اللي خلقها منتخبنا بالشارع. طبعا بضمن البيت الواحد اذا شاب او صبيه بيحقق نجاح مثلا على سبيل المثال بالبروفي او بالبكالوريا او بيعمل نتيجة إيجابية بأي شيء، فبتحتفل كل العائلة بعيد الميلاد، بتحتفل كل العائلة، فما بالك بمنتخب وطن عم يمثل علم سوري، عم يمثل كل الشعب السوري، عم يمثل الأرض السورية، عم يحقق انتصار على مستوى العالم، فأكيد رح يجمع الكل، الكبير رح يهتم، الصغير رح يهتم، عفوا الغني رح يهتم، الفقير رح يهتم، كل الشرائح رح تهتم، أكيد كلياتنا رح نكون خلف المنتخب الوطني لنحقق هاي الفرحة. الانتصار أكيد له طعم خاص، النجاح له طعم خاص، الحالة الإيجابية بشكل دائم له طعم خاص، فما بالك إذا كانت على مستوى وطن، إذا كانت على مستوى علم سوريا عم ينرفع. وتحديدا وقت انت بتقدري تعملي مثلا نقله نوعيه انه اول مره، انه كلمه اول مره هي كثير بتعني، فاذا انت اول مره بتتاهلي لكاس العالم، اول مره طلعنا على الملحق، فشايفين كيف الشعب خلف المنتخب عم يدعم بكل جوارحه، وهذا واضح بوجوه كل الشعب السوري طبعا، فكيف انت اذا بتاهلي لكاس العالم اكيد رح تشوفي شيء اكبر من هيك، ورح تشوفي شيء اكثر من هيك، ورح يكون الدعم اكبر ان شاء الله. طبعا على سيره الدعم، اكيد قيادتنا الرياضيه والسياسيه ما قصرت مع المنتخب وكافأت بعد انتهاء مباراه ايران. هلا ايه اللي بنتمنى؟ يقدروا اللاعبين ان شاء الله يجبروا قيادتنا الرياضية على دفع مكافآت أكبر إن شاء الله من خلال الفوز. فهي مثل يعني مثل عملية، خلينا نقول الانتصار بيعطي الفرحة للشعب وبنفس الوقت بيعطي الفائدة للاعبين. يعني أنا كلاعب أول شغلة اسمي بينشهر أكثر، العرض علي من الأندية بصير أكثر، بصير مراقب أكثر. إذا بلعب كأس عالم يعني كل دول العالم عم تطلع على هذا الفريق لتنقي مين أفضل لاعبين، فكلاعبين بصير عندهم مردود، المدربين، الرياضة بشكل عام، فهي عملية فرح للشعب وفائدة للأشخاص اللي عم يمارسوا اللعبة أو عم يكونوا هن أصحاب المهنة، فإن شاء الله يكون شيء إيجابي إن شاء الله. يعني تمام مثل ما حضرتك قلت، يعني آخر فترة شفنا دائما على الفيسبوك أريج الشباب المنتخب هنا يمكن عم يتصدروا الصفحات وهن اللي صاروا المشاهير إذا بدنا نقول. تماما، إذا ننتبه مثل ما تفضلتي حضرتك إنه أنا قليل لكن تشوف حدا عم يتصور سيلفي مع لاعب كرة قدم. صحيح. يعني مع فنان، أول مرة بنشوفها بسوريا. هلا بكل الصفحات بتفوتي بتشوفي مثلا متصورين مع لاعبين كرة قدم، فهذا شيء إيجابي، دليل على أنه صارت عندنا ثقافة كرة القدم موجودة، واللي بنتمناه هاي الثقافة تتوسع. أعرف أنا أنه الرياضة كمان بالنهاية نحن فوز وخسارة، بدي أدعمهم وقت اللي بيربحوا، بنفس الوقت بدي يكون معهم لا سمح الله إذا خسروا. خسارة مو أنه هي نهاية العالم، ممكن أنا أوقف معهم يعملوا نتيجة إيجابية مباراة ثانية، فهي الثقافة المفروض تكون موجودة بشعبنا. يعني مو أنه أنا يا بربح يا لطيف أنه خلص بدي يكون مثلا سلبي، لا، لازم شو ما كانت النتيجة يكون خلف منتخبي ويكون إيجابي إن شاء الله. يعني كابتن انت عم تسعى دايما انه يكون في تدريب واضح وجيد لبعض الفرق وبعض الأندية. اليوم قديش زادت المسؤولية عليك اليوم؟ قديش حسيت انه في حماس اكتر، في تحدي اكتر؟ هلأ وقت المنتخب بحقق نتائج إيجابية بينعكس على الأندية السورية والرياضة السورية بشكل عام. مثل ما بنعرف نحن حتى أنديتنا السورية عم تحقق نتائج إيجابية على المستوى الآسيوي، منه النادي، منه سابقا نادي الكرامة، نادي الجيش، نادي الاتحاد، هاي الأندية دائما عم تحقق نتائج إيجابية وعم تدعم بلاعبينا منتخبنا الوطني. فلما بنحقق نتائج إيجابية بينعكس بالمقابل على الأندية السورية وأكيد على اللاعبين السوريين. نحن عم نشوف إنه طبعا بعيدا عن الأزمة، نحن سابقا كان في عنا عدد من اللاعبين المحترفين بالدوريات العربية والآسيوية وحتى الدولية، عم نشوف عم يحققوا نتائج كتير جيدة مع أنديتهم، وعم ينعكس هذا على رياضتنا السورية. هلأ اليوم في عنا لاعب جديد بيلعب بالدوري السويدي، جابرييل سومي، ما بنعرف أكيد إذا رح يشارك كأساسي أو كبديل، بس كمان هذا بيعطي دافع. في بالدوري الألماني بروسيا دورتموند محمود داود، كمان بيلعب بدوري أبطال أوروبا، كمان سوري الأصل، بالإضافة للاعبين اللي حكينا عنهم مثل عمر السومة وخريبين ومواس، وهدول اللاعبين اللي محترفين بأفضل الدوريات العربية ومع أرقى أنديات آسيا. يعني الهلال السعودي هو أفضل من أفضل أندية آسيا، الأهلي السعودي من أفضل أندية آسيا، فهي الأندية وقت بيكون اللاعب السوري متواجد فيها
ومن افضل لاعبينا، فهذا دليل على انه الكره السوريه جيده والكره السوريه بخير. الحمد لله، يعني الحمد ان شاء الله نحن بنتمنى الفوز لشبابنا. حضرتك شو بتحب توجه كلمه اليوم للفريق وايضا مثل لكل الناس، يعني كيف لازم يدعموا هذا الفريق اليوم؟ طبعا رسالتين، الرساله الاولى للاعبين، انا عشت معهم فتره منيحه سنه وثلاث شهور، كنت بعرف كل واحد فيهم شو بيفكر وقديش حرصه على انه يحقق الفوز ليفرح الشعب، يرسم ضحكه على وجه الشعب، وهذا مو حكي مثل ما بيقولوا جرايد او حكي فيس او انه والله بس لانه انا بدي اعمل شو، لا هن فعلا هيك، هن فعلا كانوا يعيشوا الفرحه مع الشعب، كانوا لا سمح الله اذا صار نتيجه سلبيه حس الحزن بعيونهم انه هن ما قدروا يفرحوا الشعب، فاليوم اكبر فرحه للشعب من خلالكم، من خلال اللاعبين. بتمنى من كل قلبي قدروا يكونوا اليوم على الموعد ويكونوا ان شاء الله قد الحمل، وانا بعرفهم وثقتنا فيهم كتير كبيره. الرساله الثانيه لجمهورنا، نكون خلف المنتخب بكل التفاصيل، ما نكون بس على الايجابي، اكيد هذا منتخبنا وبيمثلنا، ابنه الواحد احيانا بالبيت بيرسب بصف بماده، فاكيد ما راح يتخلى عنه، نحن ما راح نتخلى عن منتخبنا شو ما كانت النتيجه، ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه ونحتفل كلياتنا، بالنهايه الفرحه سوريه ان شاء الله وراح تضل سوريه. اكيد يعني ان شاء الله دائما النجاح والنصر والعلم السوري دائما يكون مرفوع بكل الاحتفالات وبكل المجالات. نحن بنشكر وجودك معنا اليوم كابتن عن هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لكم، صباح الخير مره ثانيه. شكرا كثير لك. أما هلا